اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئات اندلاع حرائق جديدة في المحاصيل الزراعية بمحافظة نينوى وديالى. ونطلع في البصائر، هيئة علماء المسلمين توزع المساعدة الإغاثية شمالي العراق. ونقرأ في المدى، وزير المالية: عدد الموظفين والمتقاعدين بلغ 6,500,000. ونطالع في العربي الجديد: العراق يتجه لمنع استيراد السيارات الأمريكية المعطوبة. وجاء في كتابات: حرائق محاصيل العراق الاستراتيجية متعمدة وبأساليب غير مسبوقة. ونقرأ في الجزيرة نت: 155 أكاديميا أوروبيا يناشدون الاتحاد حظر بيع السلاح لإسرائيل. وأخيرا نقرأ في الحياة: السلطة الفلسطينية تشتكي صعوبات مالية لإجبارها على قبول صفقة القرض. أهلا بكم. كأن الكتل لا تريد العراق أن يغادر واقعه المزري الحالي، وكأنها على ما يبدو لا تريد أي أيضا أن تتغير، وإلا لما هذا التمسك بمجالس المحافظات؟ وهي تجربة فاشلة طاف فشلها على السطح الإداري، وأدى إلى تراجع المحافظات جميعها إلى الخلف، وأتى حتى على ما كان ينم للمدنية بالصلة خلال الأعوام طبعا التي تلت السقوط. هذا مقال للكاتب خليل إبراهيم العبيدي، نشره موقع وكتابات حول أداء مجالس المحافظات. جربت الكتل حظوظها العاثرة بتمثيل حزبي خائب على مدى 3 دورات، والرابعة في منتصفها الاستثنائي غير القانوني، واستمرارها على تقديم المثل السيء حتى في العلاقة بين الأعضاء، فتارة تنتخب محافظاً وتارة تنقلب عليه، وتارة تنتخب محافظين للمحافظة، وتارة تسكت على من هو نائب في البرلمان وعضو فيها وكأن الله لم يخلق غيره، وتارة تنتهي المعارك إلى محكمة القضاء الإداري لتعيد الأخيرة بفعل العوامل الحزبية المحافظ المقال إلى الوظيفة رغم إدانته بالفساد. وظلت هذه المجالس لاهية وعابثة بمقدرات الناس وأموالهم، وقاطعة الزمن الثمين بين معاكسة حزبية أو مناكفة سياسية. إن نقل تجربة المحاصصة الحزبية والطائفية كانت وراء هذا الفشل الذريع لهذه المجالس، وحولتها من مجالس منتخبة ذات صبغة إدارية إلى مجالس سياسية ذات أبعاد مصلحية ذاتية وحزبية، أفقدتها دورها في البناء والتعمير وإظهار المحافظات بشكلها اللائق الذي يتناسب والتقدم الذي أصاب العالم. إن هذه التجربة فاشلة، وإن قانونها لم يكن ليأخذ بعين الاعتبار المسألة الذاتية لشخص العضو، وإن الحزبية الفاشلة في إعداد الكوادر المؤهلة للتصدي للعمل الحكومي ناهيكم عن نهم الأحزاب والأعضاء تجاه التلاعب بالأنظمة الإدارية والتلاعب في السجلات والعمل قدر الإمكان على الاستحواذ على المال العام. يختم الكاتب القول إن الإصرار على إعادة تجربة مجالس المحافظات هو إصرار على العبث بمقدرات الناس، وأن عملية التمسك بقانونها الحالي هي تعني بكل الإشارات الموافقة على إبقاء القديم على قدمه، والموافقة على دفع البلاد نحو الدمار. جاء في الحياة: يعتقد البعض أن استخدام مصطلح الدولة العميقة لا يقل تأثيراً عن حجم مؤامرة تحاك للنيل من الحكومة المستقرة وإدانة الموروث الوطني، لكن في حقيقة الأمر تتشكل عناصر الدولة العميقة من حيث المبدأ في الدول التي تقوم بعسكرة الحكومة وتمنع عمل التنظيمات السياسية الحرة وتجري فيها انتخابات شكلية واستعراضية بطرق غير نزيهة.
طبعا تستخدمها الأنظمة التوتاليتارية كبدعة في محاولتها تضليل الناس وخداع الرأي العام، حيث عن الدولة العميقة في العراق بعد 2003 كتب جورج منصور في صحيفة الحياة اللندنية. بعد العام 2003 سعت أحزاب الإسلام السياسي إلى تشكيل دولة عميقة في الظل دولة موازية ومنظومة متكاملة من شبكات المصالح تمثلها قوى خفية متسلحة بالنفوذ السياسي والمالي ولديها ميليشياتها وإعلامها، شعارها السلطة والثروة والنفوذ. قامت بتوظيف الفئات الرثة في المجتمع، لديها علاقات ومصالح مشتركة مع دول الجوار، واعتمدت البيروقراطية الإدارية والفساد المنظم للاستحواذ على الموارد المالية وتعزيز مشاركتها في رسم سياسة الدولة وفق مبتغاها. تجدرت هذه الأحزاب في مفاصل الدولة المختلفة وأجهزتها، وسيطرت على وسائل الإعلام كقوة إضافية لتعزيز مواقعها ومواقفها على السواء، وفرضت أجنداتها وفق مرامها ونهجها وأهدافها، وهي التي تتحكم اليوم بالموارد المالية والبشرية، وتعتمد على شبكات الفساد المعشعشة في قلب الدولة ومؤسساتها التشريعية والقضائية التي تم إنشاؤها أو السيطرة عليها والتغلغل فيها من خلال استخدام الموارد الطفيلية وغير القانونية، وهي تمتلك سلطة مدججة بالمال والسلاح تستخدمها من أجل بسط نفوذها لقمع المعارضين والحفاظ على النظام العام. الكاتب يقول أن وجود أذرع الدولة العميقة التي تشكل شبكة معقدة من العلاقات والمصالح داخل كيان الدولة العراقية أدى إلى فشل الحكومات السابقة برمتها في تنفيذ وعودها التي قطعتها للشعب في إصلاح النظام السياسي مثلاً والإداري والتنمية الاقتصادية المستدامة وتغليب الهوية الوطنية مثلاً وقبر المحاصصة الطائفية ومحاربة الجريمة المنظمة والنهوض بالخدمات وإصلاح البنية التحتية وتوفير الخدمات والسكن، وما تزال الحكومة الحالية تراوح في مكانها فيما يخص تحسين الظروف المعيشية للناس ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة. أقرأ في العرب الجديد: قليلون من المهتمين بالشأن العام من العراقيين سمعوا باسم الهولندية جينين هينس بلاسخارت، وهي التي انتدبها الأمين العام للأمم المتحدة لتمثله في العراق. عن تقريرها كتب عبد اللطيف السعدون في صحيفة العرب الجديد. في إحاطتها أمام مجلس الأمن عمدت إلى تصنيف المشكلات التي يعاني منها العراق: مصالح وذرائع فردية، مظالم واختلافات طويلة الأمد بين المكونات والكيانات السياسية، جهات مسلحة تنخرط في أنشطة غير قانونية أو إجرامية تقوض سلطة الدولة، شبكات لها سلطة مخفية تعمل باستقلالية تسعى إلى تحقيق أهداف ومقاصد ضيقة. وألحقت بلاسخارت هذه الألغاز ببعض التوضيح كي تشعر المتابعة أنها تضع وصفتها أمام العراقيين كي ينتفعوا بها ولو بقدر، وهي تدرك أنها غير قادرة على جلب الترياق الذي يبحثون عنه. تقول إن فرصا عديدة ناشئة عن جهود مكثفة للمصالحة ضاعت، وإن الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة تذهب إلى جيوب خاصة، وإن إعادة تشكيل هيكل الأمن القومي ووضع الحشد الشعبي والبيشمركة في قوة أمنية إقليمية واحدة أمر ضروري إلى آخره. في نهاية المطاف تعود لتذكرنا بأن التغيير لا يأتي بين ليلة وضحاها، وتنصح الحكام أن يرجحوا كفة الصالح العام على المصالح الخاصة أو الحزبية كي يستقيم الحال ويتحقق المآل الذي نريده. طبعا أغلب الظن أن رجال الحكومة لم يكلفوا أنفسهم بالاطلاع على ما قالته بلاسخارت، وبعضهم ربما لم يسمع باسمها بعد. أغلب الظن أيضا أنها سوف تكمل مشوارها وترحل، لكن العراقيين سوف يظلون ينتظرون من يجلب لهم الترياق.
ولو من أقصى العالم. الصفقة جاهزة، الصفقة قيد الإنجاز، الصفقة بعد الانتخابات، الصفقة بعد المنام، الصفقة مؤجلة، الصفقة ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية الجديدة، الصفقة بعد الانتخابات الأمريكية القادمة. باختصار، الصفقة تختنق، الصفقة تحتضر، الصفقة قد تنتحر. عن صفقة القرن كتب عبد المجيد سويلم مقالا نشره موقع عربي 21. الآن يكتشف لنا جميعا وعلى رؤوس الأشهاد أنه مع شذرات الشق السياسي في الصفقة التي ستأتي نكون أمام إنهاء وتصفية كاملة للمشروع الوطني، ونكون أمام تطبيق فعلي للوطن البديل، ونكون أمام أمة بكاملة مرهونة بكل ثرواتها وجغرافيتها ومواقعها ومواردها للولايات المتحدة، وتكون إسرائيل قد تحولت إلى دولة طبيعية أو صديقة أو شقيقة. مقابل ماذا؟ مقابل أن تقبل الولايات المتحدة بتأمين وحماية العرب من أهوال إيران والخطر الذي باتت تمثله على هؤلاء العرب. لم يسبق في التاريخ المكتوب ولا حتى الشفوي أن اشترت أمة عبوديتها وهوانها وذلها بأموالها وثرواتها ومستقبل أجيالها. لم نسمع ولم نقرأ عن حفنة من الدولارات مستخرجة من جيوب الحكام كانت كافية وشفافة لتبديد مصائر شعوب وأمم، ولم يحدث أن حقوق وطنية هي رمز للعدالة والحق والإنسانية بيعت في أسواق المال العام كما يتم التحضير للصفقة المزعومة. وباختصار أيضاً، الصفقة في جوهرها تمت، والصفقة في شقها السياسي حسمت بالتبني الكامل لكل ما كانت تخطط له إسرائيل، ولكن ما كانت دوائرها الأكثر يمينية وعنصرية تمهد لمسرح متكامل بما في ذلك الممثلون والإضاءة والديكور وضيوف الشرف والمتفرجون. يقول الكاتب باختصار: نحن في الشق السياسي من صفقة القرن، سنكون أمام ثلاث استراتيجيات على طريق التحقق الكامل. استراتيجية كي يتم إيقاظ الوعي الفلسطيني، واستراتيجية تخفيض سقف توقعات الفلسطينيين، ثم استراتيجية مقايضة الوطن والذاكرة والتاريخ والمستقبل بحفنة من الدولارات كما يصف الكاتب. يبدو الصراع في أحد تجلياته الدرامية هو صراع مرير. على من سيستيقظ أولا؟ إن استيقظنا طبعا قبل فوات الأوان فسيستيقظون حتما على حلم تبدد إلى وهم وتحول إلى كابوس. يقول الكاتب ماجد السامرائي في مقالته بصحيفة العرب اللندنية إن الأعداء الإسرائيلي الإيراني خدعة القرن. خدعة كانت شعارات المعممين على طول الجبهات تلقن المقاتلين من الشباب الإيراني بأنهم سيعبرون التلال ويدخلون كربلاء مرقد الحسين عليه السلام، وشعارات الحكومة الإيرانية كانت تردد كربلاء الطريق للقدس، لكن حقيقتهم كانت تهدف إلى احتلال العراق وضمه إلى ولايتهم، وهذا ما حصل بمعاونة الأمريكان فيما بعد. الملف الأخطر الذي مزق الغطاء الديني والمذهبي هو ملف العلاقات الإسرائيلية الإيرانية. ففي الوقت الذي تعلن فيه طهران بأن إسرائيل هي الشيطان الأصغر، كانت تتم في الخفاء صفقات التسليح خصوصا خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهو ملف كبير وفيه تفصيلات ووقائع أثارت الرأي العام العالمي في تلك السنوات، ولا بأس من إعادة التذكير بحادثة إسقاط الطائرة الأرجنتينية الحاملة للسلاح إلى طهران، وتم إسقاطها على الأراضي السوفيتية عام 1981. والواقعة الأهم هي صفقة إيران جيت. هناك توثيقات سياسية كثيرة تشير إلى العلاقة الإسرائيلية الإيرانية. القضية الأهم التي أثارها بيرسا هي الصفقة الكبيرة التي اشتغلت عليها طهران عام 2003 في الوقت الذي سهلت فيه الاجتياح الأمريكي للعراق،
ويبدو أنها كانت أسبق تاريخياً وأكبر من صفقة القرن الحالية حول فلسطين، التي تقف إيران بوجهها ليس من دوافع الحرص على فلسطين، وكان عرضاً إيرانياً جريئاً فيه ما سمي بالتنازلات الإيرانية في حال تمت الموافقة على الصفقة التي تتناول برنامجها النووي وسياستها تجاه إسرائيل ومحاربة القاعدة والتزام إيران بتحويل حزب الله إلى حزب سياسي وقبول مبادرة السلام العربية والاعتراف بإسرائيل، وهو ملخص لعرض تفصيلي حمله الوسيط السويسري تيم جولدمان إلى الخارجية الأمريكية عام 2003. وصفة جديدة للدين الإسلامي البديل. لماذا المغالاة إذن في عداء إسرائيل والولايات المتحدة من قبل حكام طهران اليوم مع اتهام العرب بصداقتهم لأمريكا؟ هل هي رسائل مفادها أن على واشنطن وتل أبيب عدم الاعتماد على العرب؟ فهم في نظرها أقل مرتبة من الفرس، وهي في غطائها المذهبي وتخريبها السياسي إنما تقدم وصفة جديدة للدين الإسلامي البديل لمعتنقيه وهم 1.5 مليار مسلم في العالم برمته. لكن حكام إيران وقعوا في شراك سياساتهم التخريبية ضد أهل المنطقة والعالم الإسلامي وضد شعوب إيران. حقا إنها خدعة القرن. نقرأ في القدس العربي: لعل أكثر التساؤلات أهمية هو مدى ودرجة التعاون الاستخباراتي بين وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية وأجهزة الاستخبارات العربية، وبالتحديد عما إذا كانت وكالة الأمن القومية الأمريكية تتقاسم آلية استخدام NSA المعطيات والبيانات الحديثة المسمى RTRG مع الدول العربية. ثم ما هي هذه الآلية التي باتت تربط الاستخبارات الأمريكية بمعظم الدول الغربية بلا استثناء؟ وما هي أهميتها بالنسبة إلى الدول العربية؟ وهل تستخدمها أمريكا للحرب ضد الإرهاب فقط أم لإعداد الملفات لابتزاز حلفائها أيضا؟ تحت عنوان هل تهيئ أمريكا ملفات ابتزاز حلفائها؟ كتبت هيفاء زنجانة مقالة في صحيفة القدس العربية. بواسطته أصبح لمحللي الاستخبارات لأول مرة القدرة على الوصول مباشرة إلى قواعد بيانات وكالة الأمن القومي ودمجها مع المعلومات الجديدة والبحث فيها وتحليلها، ومن ثم وهذا هو الأهم تبادلها مع القادة العسكريين المحليين في ذات الوقت الذي يتم فيه حدث ما الوقت الفعلي، ويتطلب اتخاذ إجراء سريع كالقصف أو قائمة بالأهداف المستهدفة بدون اللجوء إلى بيروقراطية الأخذ والرد وانتظار الأوامر المكتوبة. وإذا كانت أفغانستان هي المختبر الأول لتجربة النظام المستحدث، حيث تفتخر القيادة الأمريكية بأنها قتل 6534 عدواً في عام واحد متجاهلة أعداد الضحايا المدنيين، فإن العراق هو المكان الذي تم فيه التطبيق الأحدث لما وصفه الجنرال ديفيد بيترايوس القائد العسكري للعراق سابقاً ورئيس CIA السابق بأنه أهم إنجاز عسكري تم استخدامه حتى الآن وعامل رئيسي في نجاح عمليات مكافحة التمرد، متجاهلاً هو الآخر مئات الآلاف من الضحايا المدنيين. وجاء النجاح حسب بيترايوس بعد أن مكن النظام وكالة الأمن القومي ليس على مراقبة الاتصالات من العراق فحسب، ولكن أيضاً للهيمنة على أجهزة الهاتف والكمبيوتر العراقية لفتح بوابة الوقت الحقيقي لتصبح كل المعلومات المتعلقة بالعراق متوفرة للمحللين والعسكر. الكاتبة تتساءل حول استعداد أمريكا لتوفير هذه الأنظمة الاستخبارية المتقدمة لأجهزة استخبارات الدول العربية، وما هو دور الكيان الصهيوني وموقفه إزاء ذلك؟ وماذا عن الحكام والمسؤولين العرب الذين يرون في أمريكا حليفاً لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة إزاء نظام الهيمنة الجديدة نسبياً، إزاء مفهوم السيادة الوطنية؟ طبعاً تتساءل ما هي الأسرار التي سجلت أنظمة الاستخبارات الذكية عن نمط حياتهم وحياة أفراد عوائلهم ربما ليس للتخلص منهم الآن، ولكن ما هي
ضمانات عدم استخدام البيانات والمعطيات المحفوظة عنهم ككومة القش مستقبلا. بعيدا كل البعد عن السياسة، قد تكون الهواتف الذكية من الفئة العليا مقاومة للماء، لكن معظم الهواتف الأخرى ليست كذلك. لهذا عندما يسقط هاتف لا يتمتع بتلك الميزة المهمة في الماء، فإن على صاحبه الإسراع بسرعة في التصرف، كما وكلما أسرع كانت النتيجة أفضل وسط إعادة هاتفه للعمل من جديد. وقبل تطبيق أي خطوة يجب إخراج الهاتف من الماء في أسرع وقت ممكن، لأن بقاؤه في الماء لمدة طويلة سيزيد الضرر. وفي تقرير نشره موقع FB.ri الروسي، يقول الخبراء إنه بمجرد إخراج الهاتف من الماء ستحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات الضرورية. ومن الضروري أن نفهم جيدا أنه إلى جانب تطبيق النصائح المفيدة، هناك بعض الأمور التي يجب أن لا يجب عدم استخدامها وتجنبها، وهي لا يجب تشغيل الهاتف أو وصله بالشاحن، وتجنب الضغط على أي أزرار، بالإضافة إلى ذلك لا يجب هز الهاتف إطلاقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغلغل المياه في جوف الأجزاء الداخلية للجهاز، ولا يجب تعريض الهاتف إلى الحرارة أو إلى مروحة هوائية، لأن ذلك قد يؤدي بمجرد إخراج الهاتف إلى تفاقم الوضع في الهاتف، حيث يجب إيقافه فورا عن العمل إذ لم يتوقف من تلقاء نفسه، وينصح بالحفاظ على الهاتف في وضع مستقيم. أترككم الآن مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.